عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تغيير موعد مباراة الجزائر والنيجر المرتقبة في تونس ملعب بريدز. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. طبعا موعدها سيكون الساعة 4 توقيت غرينتش، الساعة 5 توقيت الجزائر وتونس، في تمام 6 توقيت مصر. نتمنى الفوز للفريق الجزائري بإذن الله تعالى. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.